الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. متعودين معاكم في رمضان في واحد من الناس في كل يوم بننزل بنطوف في شوارع مصر الجميله ومحافظاتها وقراها ونروحها وبنشوف اهلها الطيبين وبنحاول ان احنا يعني نسعدهم ويسعدونا. بنسعدهم بان احنا نقدم لهم هديه بسيطه جدا ويسعدونا ان هم يقبلوا هذه الهديه. ومعايا فريق جميل انا بقى. السلام عليكم يا رجاله، رمضان كريم، اخباركم النهارده؟ ايه صايمين برضو ولا ايه الاخبار؟ احسن من احسن من امبارح؟ لا احسن النهارده. احسن؟ لا احسن. كله تمام زي الفل. طيب ايه نروح فين في الفقره الاولى النهارده؟ احنا امبارح رحنا العاصمه الاداريه بس ما لفناش فيها كلها بصراحه، وبعدين في ناس عمال كتير هناك قابلوني قالوا لي ما تجينا. ايه رايكم نكمل على العاصمه الاداريه النهارده؟ يعني نروح النهارده جزء عاصمه اداريه والجزء الثاني نسافر نروح محافظه محافظات. ماشي؟ على بركه الله. اطلع. بقول لك استنى كده هنا، شوف الراجل ده راكب البتاع ده، نزلني هنا. عجبك؟ شكله فكره. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه طيب، رمضان كريم. تعرف عليك؟ اسمه ابراهيم احمد. انت شغال هنا في شركه المراسم اللي بتنفذ مشروع الحاجه للنهر الاخضر. و انا سواق هنا؟ يعني لو ركبت معاك هتفسحني تدخلني جوه؟ اتفضل يا فندم. تيجي نخش جوه بص الاخبار ايه؟ اتفضل. تعالى اتفضل. اركب جنبك يا ده. منين بقى؟ انا من المنوفيه. المنوفيه؟ منين من المنوفيه؟ من شبين الكوم. بقى لك كام سنه بقى هنا في العاصمه دي؟ العاصمه بقى لي 5 سنين. 5 سنين متجوز؟ عندك قد ايه؟ عندي 2. تشوفهم كلها قد ايه بقى ولا يعني انت النهارده هتفطر معاهم ولا هتفطر فين؟ ان شاء الله هحاول الحق هفطر معاهم ان شاء الله. يعني بتنزل كل يوم من هنا؟ سلام عليكم. احنا هنبص بصه كده بس مع كل يوم بفطر معاهم كل يوم. كنت شغال فين قبل كده؟ انا كنت شغال في نفس الشركه برضه بس في مطار الغردقه حضرتك، وبعد كده في مطار اسكندريه مطار النصر. طب انت هتفرجني على ايه؟ دوري ايه؟ انت حضرتك عايز تتفرج على انا عايز اقابل الناس اللي هنا الحقيقه، انا عايز اشوف العمال اللي هنا. اتفضل. شايف كده في ناس هناك اهو ممكن نروح لهم؟ اتفضل. انا اصلي في واحد من الناس بنزل كده كل يوم بنلف في مصر كلها ورحنا هنروح المنوفيه يمكن بعد بكره ولا حاجه. تنور حضرتك. فان شاء الله برضو المنوفيه دول اهل المنوفيه ناس طيبين. تنور حضرتك. الله يخليك ويبارك فيك. الله يخليك. عمال هنا كتير مصريين موجودين؟ يا فندم. برضو من محافظات كتير؟ محافظات كتير من الصعيد ومن الشرقيه ومن هنا ومن هنا. طب فين متورد؟ وديني عندهم بقى. اتفضل حضرتك. يلا. والله منطقة حلوة والله. اسمها منطقة ايه دي؟ دي منطقة اللود. ليه؟ اللود. دي كلها خضرة ما شاء الله. خلينا ننزل الناس دول كده. اتفضل حبيبي. يلا. شكرا حبيبي. السلام عليكم جميعا. صباح الفل. اتعرف بيك. احمد محمود عبد الرسول. منين؟ من سوهاج. احسن ناس. اهلا بيك يا رب. حضرتك. محمد احمد محمد من سوهاج. الله الله الله. ايه سوهاج النهارده؟ سوهاج صلاح عبد الحميد من المنصوره. منصوره. حماده رافع من سوهاج. سوهاج. عمري مكان من سوهاج يا باشا. سوهاج برضه. سوهاج. بحبح خليل جنة. جنة. علي محمود شرقيه. اهلا بيك. احمد حيدر من سوهاج. اهلا وسهلا. عبد الرحمن حسام مالك سوهاج. سوهاج. كمان محمد المنيا. اهلا وسهلا. تعملوا ايه بقى؟ كل واحد يحكي لي كده حكايته ايه؟ انت متجوز؟ لا متجوز. عندك اولاد قد ايه؟ مالك معايا مالك. حضرتك؟ عندي 6 اولاد. 6 اولاد ما شاء الله. مينو 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 مين؟ اشرف وحمدي وفارس. لا اشرف بيكلمك ده. لا موجود هو معايا. موجود معايا. انا معايا احمد وعلي من سوهاج. احمد وعلي. كنت شغال ايه حضرتك هنا؟ شغال عامل. عامل. وايه جيت هنا امتى بقى؟ لي سنه النهارده. مبسوط هنا؟ مبسوط الحمد لله. مبسوط مبسوط؟ مبسوط مبسوط. يعني الدخل بيكفي؟ الحمد لله. حضرتك عندك اولاد قد ايه؟ انا عندي 2 رنا وعادل. شغال ايه؟ انا شغال سواق. سواء معدات. كنت شغال فين قبل كده؟ في نفس الشركة برضك. انتوا في الشركات اللي هي بتنفذ هنا. حضرتك؟ انا من سوهاج. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 6 اولاد. وانت زيد ايه؟ تقول يا رب عايز ايه؟ ربنا يكرمنا ويكرمنا بالستر الحمد لله. والله الصحة والستر. الحمد لله الصحة والستر الحمد لله. عندي 2 تغريد وجنة. بتيجي هنا بقى في العاصمة تشتغل وترجع تاني بيتك؟ باجي هنا. الشغل هنا كويس في العاصمة؟ الحمد لله تمام. تمام والله.
دخل هنا كويس يعني؟ الدخل هنا كويس وكل حاجه مناسبه هنا الحمد لله ومناسبه لينا برضه. وفي مواصلات توديك وتجيبك عشان تشتغل وتشوف شغلك كده؟ انا بقى بروح كل اسبوع بيتي وباجي السبت، انا بروح الجمعه واجي السبت. انت متجوز؟ لا لسه خاطب. لسه خاطب، مبروك يا سيدي. مبروك فيك. بس عايزين على الفرح بقى على العيد بقى ولا حاجه؟ ان شاء الله على خير. ان شاء الله. تشتغل هنا ايه؟ انا هنا مفروض سيراميك. شغلنا حلوة ها؟ بتكسب الشغلانة؟ كل واحد يا دوبك ها؟ زينة كويس الحمد لله. أنت منين؟ سوهاج. سوهاج. ده في كتير سوهاج هنا. متجوز حبيبي؟ متجوز. في أولاد؟ حبيبة ورتاج. نفسك في إيه بقى؟ بتقول يا رب عاوز إيه؟ إن شاء الله يعني ربنا يستر. أصل إحنا بنيجي في رمضان وبنقول طاقة السماء مفتوحة يا رب اقبل دعانا، فكل واحد بيقول ويتمنى كده وربنا يا رب عليه. الحمد لله ربنا بس نجحني في المجال اللي انا فيه، بس مش بتمنى اكتر من كده الحمد لله ان شاء الله. ايه بقى المشهد الجميل اللي انا شايفه ده بقى؟ انتوا شغال يعني الخضره دي ايه؟ حد يشرح لي. دي منطقه اسمها اللون حضرتك، شغاله على رشاشات اسمها 25 تبع شبكات الري وقسم الزراعي عامه يعني. انتوا بتحبوا بقى الفوازير والحاجات دي؟ يعني انا لو لعبنا مع بعض دلوقتي نادي طبعا انا هسال واللي هيجاوب هيكسب. ايه الحاجة اللي بتنزل ومش ممكن تطلع تاني؟ المسمار في البحر. حاجة بتنزل لكن مش ممكن تطلع تاني. ايوه تطلعش تاني. حاجة بتنزل لكن مش ممكن تطلع تاني. تنزل فين طيب؟ يعني تنزل في المية على الأرض. تنزل في ال تنزل بقى. تنزل زي ما تنزل بقى. الميت في القبر. الميت في القبر. الرزق ها. حاجة بتنزل. الطوبة ها. تعالى. جابها. صح. المطر. اسمك ايه؟ اسمي احمد كرم. منين يا احمد؟ من حافظة اسيوط. حافظة اسيوط. شفت بقى السعاده يا جدعان ازاي اهو حلها اهو. صح. المطر فعلا حاجه بتنزل اسمها يعني الغيظ في اللغه العربيه. الغيظ فهي بتنزل وبعدين ما تطلعش تاني. طيب احنا بقى نحييه. طب تتوقع الجايزه تبقى ايه؟ اي حاجه تيجي من حضرتك. طيب بص يا سيدي. بص يا سيدي احنا يعني اسمح لي كده باسم برنامج واحد من الناس، احنا بنهدي لك عشان انت يعني جميل وهم كلهم جمال. انا عليك يا سكر دول 10,000 جنيه. هتعمل يوم ايه؟ يعني حاجات كتير ال 10,000 دي. هتعمل ايه يعني؟ الله المستعان يعني. اولا الناس دول يعني ليهم عزومه فطار اولا يعني ولا ايه تدبيسه دي ها تعمل بيهم ايه يعني؟ انا لي عندي والله انا كان نفسي اعمل عمره بس مش هيكفوا يعني للعمره، بس يعني ممكن نحط عليهم ان شاء الله باذن الله وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. طيب وايه تاني عجب للوالد والوالده يبقى موجودين هم؟ موجودين على خير ربنا يمتعهم بالصحه والعافيه اللهم امين. انا ما جبت لهم طبعا ما اقدرش اوفي حقهم عليه يعني، فاي حاجه مش هقدر اوفي لهم حقهم عليه يعني. عموما ان شاء الله يعني يبقوا كده فتحه خير عليك ان شاء الله. اللي ما فاز ان شاء الله هيفوز تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قبل ما اسيبكم بقى عايز اسمع من كل واحد فيكم يقول لي امنيه نفسه فيها ويتمناها لنفسه او لحد تاني يعني. نفسك في ايه؟ اتجوز بنتي. بس اتجوز زي كده وزي كده وعايش حياتي حلو قوي. ستر ربنا. ستر ربنا يا رب. الحمد لله. نفسك في ايه؟ الستر. الستر. ابني بيتي. تبني بيتك. الستر والحمد لله. نفسك في ايه؟ نفسي اجوز ابني. الكبير. يا ربك استر. يا رب ان شاء الله. نفسك في ايه؟ ستر ان شاء الله. يستر يا رب. نفسنا في الستر ان شاء الله. في الستر ان شاء الله. نفسك في ايه؟ نتجوز. نتجوز برضو؟ نفسي اهدي بيتنا كده يعني. عايز تتجوز برضه؟ عايزين نتجوز كده ونعيش حياتنا كده يعني. تعيش حياتك يا عم. ربنا يكرمكم جميعا ويعني قول يا رب كده يسعدكم وفي الايام الجميله دي في شهر رمضان يعني يفرج الكرب وييسر الامر ويحقق لكل واحد امنيته يا رب امين ان شاء الله. وانا مش عايز اعطلكم اكتر من كده، انا بجد اتشرفت بيكم.
وانتوا واحد من الناس المحترمين يعني، احنا واحد من الناس بنحبكم، ويعني بجد انتوا اكرمتموني النهارده. اشوفكم على خير جميعا يا رب. السلام عليكم. ناخد صوره يلا. دي حلقتنا النهارده في واحد من الناس، وزي ما شفتوا الحمد لله مجموعه من العمال الطيبين المحترمين جدا، ربنا يعني اكرمني ان شفتهم النهارده بيشتغلوا هنا في العاصمه الاداريه، ناس مخلصين متفانين في عملهم، بيعاملوا ربنا في كل شيء، وكل واحد عنده امنيه بسيطه جدا، ربنا يا رب يحقق امنياتهم جميعا ويسعدنا ويسعدكم. انتوا كمان دوروا على الناس اللي زي دول، دوروا عليهم في كل مكان، وقولوا لهم شكرا كتر الف خيركم عشان انتوا بتبنوا وبتعمروا في البلد دي.